بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمارين حول درس النشر والتعميل لمستوى السنة الأولى إعدادي، الموسم الدراسي 2016-2017. تمرين رقم 36، عمل ما يلي. يلا أنقل التمرين في دفترك ثم أنجزه. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. نبدأ معا الجواب لنعمل ما يلي: أ واحد تساوي 16 إكس أس 2 ناقص 8 إكس زائد 1. يلا، ما هي الخطوة التالية؟ سوف نحاول أن نهيئ هذه الكتابة على شكل ماذا؟ نعم، على شكل متطابقة هامة. نبدأ ب 16 إكس أس 2، بإمكاننا أن نكتبها على شكل قوة واحدة. ما هي؟ نعم، هي 4 إكس الكل أس 2 هكذا، ناقص 8x. 8x يمكن لنا نكتبها على شكل جداء يساعدنا على التهيئ إلى المتطابقة الهامة المنشودة. ترى كيف سنتصرف؟ العدد 4x سيعطينا إشارة أو سيعطينا فكرة على كيفية تفكيك 8x. نعم، يمكن لنا نكتبه ناقص 2، العدد 2 هو ملك للمتطابقة الهامة، ثم في 4x أي ناقص 8x. وغادي نعمل هنا واحد الفكرة بسيطة، سنضرب في 1. كما تعلم العدد 1 عنصر محايد بالنسبة لعملية الضرب، أي عدد إذا ضربته في 1 يعطيك العدد نفسه، ثم زائد 1، وواحد هو القيمة 1 أس 2 هكذا. إذن كما ترى بهذه الفكرة البسيطة استطعنا أن نهيئ هذه الكتابة لتصير على شكل متطابقة هامة. مرة أخرى، ناقص 8x راهو ناقص 2 في 4x في 1، والعدد 1 هو 1 أس 2. في ماذا تذكرك الآن الكتابة التي حصلنا عليها؟ بطبيعة الحال تذكرنا في المتطابقة الهامة الثانية، هيا نكتبها إذا شئت. أ أس 2 ناقص 2 في أ في ب زائد ب أس 2، والتي تساوي ماذا؟ نعم، أ ناقص ب الكل أس 2. العنصر الذي لعب دور أ هو ماذا؟ نعم، العنصر الذي لعب دور أ هو 4x، ودور ب نعم هو العدد 1. إذن ماذا سنكتب؟ نعم، سنكتب 4x ناقص 1 الكل أس 2 هكذا بهذه الكيفية. يلا هيئ معي هذه الكتابة لتصير على شكل متطابقة هامة. نبدأ ب 25x أس 2، كيف سنكتبها؟ نعم، هي 5x الكل أس 2 ناقص 30x، أي ناقص 2 في ماذا؟ نعم، في 5x، ثم في ماذا؟ صحيح، في 3. ناقص 2 في 5x في 3 هي ناقص 30x، ثم زائد 9. 9 يمكن كتابته على شكل قوة، ما هي؟ فعلا هي 3 أس 2. وكما ترى تهيأت الكتابة لتصبح على شكل متطابقة هامة. ذكرني بها. نعم، أ أس 2 ناقص 2 أ ب زائد ب أس 2 تساوي أ ناقص ب الكل أس 2. ما هو العنصر الذي لعب دور أ؟ فعلا العنصر الذي لعب دور أ هو 5x، ودور ب صحيح هو العدد 3. أي ماذا سنكتب؟ نعم، أي 5x ناقص 3 الكل أس 2. لنهيئ معا هالكتابة أ 3 لتصير على شكل متطابقة هامة. يلا نبدأ. 49x أس 2 تساوي ماذا؟ نعم، هي 7x الكل أس 2. إذن القيمة 7x قد تلعب دور أ في المتطابقة الهامة. إذن سنكتب ناقص 28x هي ناقص 2 في ماذا؟ نعم، في 7x، ثم ماذا؟ نعم، في 2. هذا الجداء يساوي ناقص 28x، ثم زائد 4،
أي 2 أس 2. وهكذا صارت الكتابة مهيئة على شكل متطابقة هامة، أي نوع الأول أم الثاني أم الثالث؟ بطبيعة الحال المتطابقة الهامة الثانية، ذكرني بها. نعم، أ أس 2 ناقص 2 أب زائد ب أس 2 يساوي أ ناقص ب الكل أس 2. ما هو العنصر الذي لعب دور أ؟ فعلا هو العدد 7 إكس، ودور ب؟ نعم هو العدد 2. ماذا سنكتب؟ نعم سنكتب 7 إكس ناقص 2 هكذا الكل أس 2. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.